ونحن اليوم على موعد مع سورة المطففين، وهي آخر سورة نزلت بمكة المكرمة. آخر سورة مكية نزلت بمكة المكرمة. 36 آية. العجيب إن ربنا سبحانه وتعالى ما افتتحش سورة بالويل اللي هو التهديد والوعيد. وقيل أنه واد في جهنم تستغيث منه جهنم كل يوم 70 مرة. ويل ده ويل. آه. فتخيلي حضرتك لما جهنم تستغيث من جزء في جهنم. يا ساتر يا رب. ربنا سبحانه وتعالى ما افتتحش القرآن بكلمة ويل إلا في موضعين. وكلاهما يتعلق بحقوق الإنسان. وكلاهما يتعلق إما بالمعاملة مع الناس أو بأعراض الناس. صورتين بس. إيه بقى؟ أول صورة اللي إحنا بنقرأها فيها ويل للمطففين. مين بقى المطففين؟ حاضر. الصورة التانية ويل لكل همزة لمزة. وخدي بالك قبل ما نوصل للهمزة واللمزة، علشان الناس دايما الحمد لله أنا لا بتهمز ولا بتلمز ولا بجيب في سيرة حد. الهمزة واللمزة يا ست دعاء مش معناها تجيبي في سيرتي أو لا. الهمزة واللمزة من معانيها ركزي في الكلام ده كويس قوي، أن أنا أكون بتكلم مع حد وأنت ترمزي. يا دي النيلة. ده ناس كتير بتعمل كده. يعني معايا؟ ايه؟ يعني ايه تغمز؟ تغمز؟ تتريق عليه؟ غمزة كده بس. ايوه يعني يمكن بتلفت في نظرها. لا اسمعي ايا كان المعنى انت بتتغمز عليا. دي سيدنا النبي بعد ما تصلي عليه عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم، عشان انت نيلت الحلقة نعدلها بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ايوه يعني ايوه يا دي النيله، انه ناس كتير بتعملها. صلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على محمد. عد النبي صلى الله عليه وسلم هذه الفعله من جمله الخيانه. يا دي الخيبه. فقال ما كان لنبي ان تكون له خائنه اعين. قال الكلام ده امتى؟ لما واحد هجا النبي، شتم النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وقال له القصيدة المشهورة: نبئت أن أبا قابوس أوعدني والعفو عند رسول الله مأمول، إن الرسول لنور يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول. فالنبي عفى عنه صلى الله عليه وسلم. فبعد ما مشي النبي صلى الله عليه وسلم بيقول للصحابة: أنتم مش عارفين إن أنا ده كنت مأهدر دمه؟ قالوا له: كنا عارفين. ما قتلتوش ليه؟ قالوا: انتظرناك أن تومئ لنا بعينك، تغمز لنا. فقال عليه الصلاة والسلام: ما كان لنبي أن تكون له خائنة أعين. يعني دي اسمها خائنة الأعين؟ اسمها خائنة الأعين. صليت على الحبيب. هي دي جت في القرآن خائنة. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، والله يقضي بالحق. خائنة الأعين دي يعني حد يغمز لحد انه يعمل حاجة. بس تغمزي بقى ان انا راجل هجاص، ان انا راجل كذاب، ان انا راجل مطبراتي، ان انا هوده نفض له اللي انت عايز اقوليه. ايوه خلاص. بس ساعات بتبقى النية كويسة في الغمزة دي. يبقى انما عدي عدي عدي. لا ما هو عدي عدي ليه؟ يعني واحدة بتتخانق مع جوزها وجوزها قال كلمة فهتروح تمسك فيه، فامها تغمز لها كده. دي خير. دي خير. دي مش خائنة الأعين. لا مش خائنة. انما ايه؟ خلاص. بصي اسمعي الكلام ده. اتحكي حاجه كده ده حرام. خدي التانية. خدوا بالكم. خدي التانية. وماشي خدتها. ان تجدي انسانا اعمى لا يراك. فخلاص بقى انت لو عديتي عليا وما قلتيش السلام عليكم، والله لو انت متنكه قرات انا متنك 24، ما انا معبرك تاني. خلي بالك. لكن سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم قال: ترك السلام على الضرير خيانه. خدي بالك. الست دعاء ربنا هديها النهارده وسكت. عايزه تقول لي ايه اللي دخل كل ده في المطففين؟ انت باي حاجه وخلاص بتخلص الحلقه؟ لا. القضيه اللي احنا مش قادرين نفهمها من ان القران الكريم لما يجيب لفظ دور في اللفظ وما حول اللفظ وما يتعلق باللفظ. ايوه. خدي بالك. ليه؟
فلما يقول ويل للمطففين خدي بالك الراجل سيدي الخواص رضوان الله عليه وارضاه كان بيبيع زيت فراحت تشتري منه رابعه العدويه او قيل ان احدى غلمان رابعه العدويه كان بيشتري منه بتشتري منه فلقيت حاجه عجيبه قوي لقيت ان الراجل ده بعد ما بيخلص بيمسح ويعصر البطانه اللي هي بيعمل بيها الزيت قوي ورعا فعادت تلك الجاريه او ذاك الغلام الى رابعه العدويه وحكت لها ما حدث فقالت عودي له وقولي له وماذا تقول لربك في الزيت الذي بين الظفر واللحم فترك المهنه وراح يشتغل خواص خوفا من الله سبحانه وتعالى.